Barca! Barca! Allora, non vuol dire un barco? Barca! انا عايزين عيط لي لا لا عيطولك الجنون بسم الله الرحمن الرحيم يا في قول الناس في سيدنا رمضان ما كان لا جنون ولا الواحد هذا اللي يسمي عليك حنس يدغس وتكون راح يعيط لك مخلافي انا وين هو الصوت والله نسيتوني وش من الصوت يا سيدي ياك البارح في الانتحار ماهولي برمضان ايه نسيت اللي بيها صبحت الدنيا مشومرة ومسعود وين راح؟ مسعود راهو راقب في حالة من رجليه من طريقته البارح ايه سيدي انتي من عندك هذا هو اللي قاله الشيخ يسبب وزق عليه الغربات يزيد ياكل رمضان وهي فلت روحي نوضي قل له سيدي يسحق ما الصايم ما هو راقب ياك يقولوا لي صوم نهار الغربات ما هو جاي ما ينزل ما يتجر على قلبك العلم كيما يشم الدخيل القول راح يخلص لي شمه والدخان من جيبه وانا تاني مكرابي دوك انا بعتو كان شي طبيب يجيني هنا ويعمل لي سالتازيكا بشهر اللي تمنح عليا صيام ونسكيب ونخرج على نيفي ونشم مكرابي مسعود مسعود انا نزل بس تلبس تلبس الحناب توطين اليابس هذا من قبيل انت تلبس قاعد تلبس الجلود ولا هل عم سيدي وش هو هذا الليل هذه الاصابع تسمي البلد وهي من عود كل ضربات تربطهم بها تجيبون هذا كامل قلت لنا ماذا نسيدي بس لا لا يا سيدي راني راني بريس راني مرتاح راني مرتاح ما تمشي غير بالشبس كيدي هكا فكرتني الطالب اللي رحت المدرسة نتاع الجامع اللي بعثت ليه الباب ما قلت ليش واش قال لك والألف مديتها له الألف عطيتها له أما لو كان نقول لك واش قال لي غير 50 تنسونا كيف تنح الناس هيه واش قال لك والله الدراهم جاوها قليل أنا راح يتكتر خير المهم واش قال لك المهم قال لك إذا حبت تسيب ولا تشم جاك النهار بعادة تطعم 60 مسكين وتسيب وخرج على خطمك ولا شم الشمع إيه هذا ما هوش مهبول والله غالب رمضان يا سيدي درس الإفطار هو رمضان اليوم المدينة أما تقول مهبول الراجل بعقله وعقله عنده عقله رجل بعقله وعقله عند عقله وهذا 60 هذه قال هارك من عقله ولا من عقل عقله هذا ما قال 5 ما قال 10 هذه 60 كاملة بالبلح ما تلمها ما قال بغى الفقراء والمساكين إذا تحب ما لمه دام دابيغ تعمل شاب الشامطي ولا كابران السمن راح يدير لي قزرنا هنا في الدار الدين صعيب يا سيدي وربي قال وأنفقوا مما رزقناكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم لا شما ولا دخان هذا هو اللي قاله سمع بالحرارة دار ما يقطع اللسان وانت ما قلتلوش باللي يضيق عندنا باش يا سيدي والناس يقولوا اللي يحب للو يسهر الليل بكله اللي يحب ليلو يسهر ليلو كله استحضر لي بالشعر طرق لسانك نوض نوض روح جيب لي طبيب وفهمه قبل لا يوصل لي هنا وقول له معلمي مريض وفهمه مليح وقول له يطلب حق يا سيدي وعلاك تخصص يا واحد واش دخلك ولا تفتح على الدرس لا 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 لا, لا يا سيدي لا سامحني راني نسيت ما كملتش كلام العالم واش قال لي قاعد يقول لسيدك باللي سيدنا رمضان راهو يزور جميع سكان البلاد ويشوف الناس اللي يصوموا على حقيقه ويصليوا رانا نصليوا على النبي كما جميع الناس ايه الله كسر حقا فكرتني
انت ما زلت تصلي لي ركعات نتاعي كما رانا متساهمين. نكذب حرام. ملي حبست انت الخلاص حبست انا الركعات. وعلاش يا مكار؟ نسيتي اسمح لي، الناس يقولوا اللي معلق حجابه بلا هجره اللي معلق حجره. اسمع، هاي جاتني فكره قبل ان نبعثك للطبيب. ولو كان نعاودو نساهمو ونخلصك، ما تقدرش تجمع الصيام مع ركعات. شرط يا سيدي، إلا تحب تفهمو يلزم تخلص الروتان تاع الصلاة. قابل قابل، هذه حاجة سهلة. هو أما الصيام ما نقدرش نصوم الليل والنهار. وكيما تصوم ليش علاش نخلص؟ أي أي روح جيب لي الطبيب وفهمو كيما قلت لك. ما في الخفيف ما تطوش. جدي وطر لك اليوم رمضان والناس في السوق يضربوا، وواحد الراجل قال لهم راه غلط يوم رمضان. جدي وهذا رمضان يغلب في الناس وكل كنت بارك يا وليدي. لا او حق على اصحاب الشمة والدخان اللي في حاجتي انا. وعليش انا ما غلبنيش وراني صايم؟ شوف لساني كيدير بك صايم وانت تكون قلصهم، انت ما زلت صغير. يما هي اللي قالت لي، قالت لي كاع الدراري الصغار يصوموا حتى القمر باش يكبروا ويولفوا وبدا يصوموا خليل. هاك هادي محجزه فنيانه بس ما صرتش معاك الصباح. صبح على قدا جي وليدي عندي وكل صباح نصرو انا وليدي سوا سوا. ايه باش يولي ولاد العمر وكان رمضان. لا وعلاش جيت انت ما تصومش؟ هم يفيقوا بك ويولي يعيشوا لك يا وكال رمضان. انا ما نقولهم بصح اذا فاقوا بك دب راسك. اسمع فريد شوف، بس انا وانت ما نداوشوش ريح. انا راني رايح نرقد هاي البطاطا تاع الشمه. داله تجي وتحل البطاطا تاع الشمه وتوسي لي الشمه فيني. ارقد ارقد ها ارقد روح تلعب ولدي ارقد. روح بس احنا تخش الزنقة. ارقد ما تخش، هنا شفت مباركة وسيلة الشمة قل لك ارقد ارقد ما تخش يا جدي ارقد. صح ارقد. ولا شرط بس قولي فقط. ده اللي قلت يا سيدي. وش قلت انا؟ هاي راح تخرج هارس التحت تنجح صح ومسحي وتسمع بيها الناس. ياك انت اللي قلت فريد حط لك السماء وانت راقد. قلت لك عشتيه يا حمارة، قلت لك عشتيه فين القد؟ هات البطاطا تاع السما اللي شافها فريد نخبيها منين ما يشوفها تخلص. اسمعي رجعي البطاطا هنا. بس العشية تخرجوا لي قلبي عليها، واحد يقول شفتها ولا اخر يقول ما شفتهاش. قلت قاعد تتفرج كي نرقد. صح حسن.
هذا هو اللي قاله بعثناه راح يخطب تاع الزوج بعثناه للطبيب وقعد يدوي او تاع الطبيب يا سيدي السلام عليكم وعليكم السلام وين المريض يتفهمته واش يفهمني هو المريض لا انا المريض وشنو ضربتي في قلبك ونسالك على المرض انت جاوبني بالشي اللي ضرب ماشي اللي يضرني ما يضرني والو وانما دارني السما والدخان وعلى حساب الصيام ما خصكش نصبر بالحق ماذا بيا تحملي ستاتيكا وطلب حقك ما فيهاش العيب ولكن يا سيدي هذه ماهيش مساله الطبيب بالعيد اللي راك تقول ما يضرك والو من غير السما والدخان هذه مساله علم والى نفسي هما اللي يقدروا يستولوا فيها واما انا لو كان شفت جسمك ضعيف ما يحملش الصوم كنت نقدر نعطيك سرتاتيكا وربي ما يحسبنيش لانه يقول يريد بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى من كان مريضا او على سفر صدق الله العظيم يا سيدي انا راح نشفنا الطالب وقال له اذا تحب تاكل يزمك تطعم 60 مسكين راك تسمع راح لي عند الطالب بو عقلين يحب يدير لي قزرنا هنا في الدار ولا ثانية سيدي ما نقدرش نتحمل مسؤولية الدين على خاطر لو كان نعطيك سرتاتيكا نرجع انا اللي نطعم 60 مسكين في بلاصتي واما انا نقول لك الصيام متعة وصحة للابدان ربي يقبل صيامنا وصيامكم وصيام الجميع ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله قول لنا قداش حقه 20 دينار قول صح قوالا خير صيامكم مقبول الى ما ناوي على سيدنا يا اخي مكار يا اخي مكار يا اخي روح تخير تدف لي واحد طبيب خيرته زيك تقول قرا على الطالب وعقلي مول ستي ها هي لو كان جيت تبيت كنت نعطيك شهرين كيف هذا تعطيني شهرين وكاشي رمضان بو شهرين ها هو بان المكان تاعك يعني تحب تقول لو كان جيت يعني طبيب تصومني شهرين عليها ربي ما عطى الدب قرون وما تاليها راهي تنطح لا يا سيدي حبيت نقول لك نعطيك الشهر هذا والشهر نتاع العام الجاي ولو كان ماك مكار يا اخي قلت لك فهمه وعلاش حتى يجي دوك اسرارنا دوك اللي يروح يقلبوا يجبد روح سيدنا وتشيع في البلاد انا ندبرها ليك غير ما تخرج وقيلا عندك الحق كيفاش هذا ما خرج راح تحجبني هنا في الدار وراس امك وراس امك خبيه وراس امك اللي منعتها يا سيدي احمد تنزل يا سيدي احمد تنزل يا سيدي احمد ما تنزل يا سيدي يا سيدي ما تنزل يا سيدي زوج من زوجي اللي راح تنزل في الدار اكبر الحساب كمام سهلي ما تعطينيش الزايد كل خمسه دورو ايه اما لديك الفكره اللي علمتك في المكر ايه ما لازم تصرف تما باش كل مكره تاكل خمسه وانا طالع ليا فاتوره وشكون راح يتفارس على قداش المكره شحال المكره مكر يعني على بيها اسمع راك تحاسبني يا سيدي حاسبك والحساب الاول انت هو ما الحساب نتاع العطره راني مجردو هنا في الكارلي في الشهرين هادو باللوم كملت 25 مرة في 5 دورو هاك صلح يعتاد وشو ايه الى عسر خلصك على خدمة العود هذا ونزيد تعود كل من جد لا يا سيدي انا تبعت كلامك كما قلت لي بس انت من ذنوبي كل 5 ضربات 5 دورو وربي يقول اوفوا بالعهد ان كنتم صادقين صدق الله العظيم خلينا من حسابك هذا حتى نشربوا الماء ونحن حاجة بس نحن نجيب لك سيدي تشرب وتحاسبني نجيب لي نشرب في رمضان يا قلنا حتى يخرج رمضان روحوا فجيب لي طبيب جيب لي طبيب رومي هما اللي يعرفوا قل له معلمي مريض والحق عليه هذا اللي كريم قل له واطلب حقه الله يبارك
باكا باكا. انا عم سيدي عيط لك. حبيت نسقسيك. ايه؟ لو كان مسعود يلعب معك ويحط لك حاجة في فمك. ايه؟ يعني بس يفكر. ايه؟ شكون يستلزم بالنهار؟ هو. ما نعرف يا سيدي. بس حكيتي مسعود بس وطالبي سقسيك عليها. اسكتي اسكتي ما دمك. لا نزيد ونرجعوا في محل اخر. وعلاش يا سيدي؟ يا كيقولوا سقسي على دينك حتى يقولوا مهبول. ما سمعتيش الطالب اللي بعثوا ليه؟ قالك زعما ابو عقلين الساعة استالوا بستين ترات. اما لو كان نبعثوا له هذا المرة يقول له 120. 60 للفاطر و60 للي فطروا. وهو وعلاه ما قالوا صديق عندنا. سوالف يعني نقفلوا من 60. وما تعرفيش مسعود مكرات مسعود فمه تقول ربط عليه الحنة. سامحني يا سيدي بالصحة بالك هذاك هو القانون. ذهبي وجهك ذهبي حتى انت عدتي تعرفي القانون. بكلهم كونترالية بكلهم كونترالية المزية اللي بدرهم. دوك يجي الطبيب ويعمل لي سلسة فيكا ويدي حقه والدعوة فلت. اهو جاك الدكتور يا سيدي. بونجور مسيو. بونجور مسيو. ياك فهمتو؟ رانا فهم له بصح ما عرفت لا فهمو ولا مازال. واش راح يدير هذا؟ واش راح يدير؟ هاو راح يقلبني ما لا ما فهمتوش. سلو فيياغ كيما لاد بوحو كيما كيما مبطرو. إيفي باتير إلا سانتيير. إيفي باتير كارين. بوكوا؟ إلي مسلمون جو كخوا. وين لي ميزين با؟ ميزين با كوم تيكوتا. ميزين با كامرو. هكذا كان مسعود ابني فهمو مليح فهمو. ديت لي تسالونجي سور لو سور سور لو فوتوي. قول له حتى في كان تاع شربا. سورتي فوتر لانج. فات كوم سا. قول له إذا حب يشوف لساني إذا كراني فطر. قول له فطرني حفيظي دي متاتو فطرني بالسمة وأنا راقد. قلنا خرج له لساني كبار. وعلى علينا حتى نعودوا في دخلة الإنسان. من قول لي ما فهمتوش وهذا ما كان. أفهم وتعايد لي راح يبعدك الثوم في باريس. وين المدفع يضرب على 13. على خاطر في باريس. نهار قتل على الناس اللي يصوموا بالسلتافيكات. هذه دبارتك يا واحد الكل. هذه دبارتك. قالك اتكسر فوق ما تتكسر. ما يتكسرش. إذا ما كانش سلتافيكا قول له ذهبوا تكوتوا ما يشوفكم. كو ديتيل؟ ديتو فيلا. إل فو ديموند. سي فو بوفي بروندر لا غراند ريسبونسابيليتي دي فالي بون ديو. Lui donne les certificats pour qu'il peut casser les carrés. Parce que lui, il ne veut pas tenir la certitude comme les autres. Mais moi, je n'entre pas dans ces détails. Je ne suis pas curé. Et si je lui donne un certificat, il ne pourra quand même pas le présenter au ramadan. Voilà, le présenter au ramadan. Voilà, voilà. Moi, si je me suis fait un bezef, je me suis fait rater. Non, merci, je ne fume pas. Dites-lui que le carême est très bon pour le repos de l'estomac. Voilà. Surtout moins de cigarettes. Et moins de tabac frisé. واش قالك راح يعطيني سيرتيفيكا؟ هو قالك إذا كان تحب تروح تصوم في باريس بصح الجارد وطي راه مثلا والريستورات عندهم يطبخوا ببوق نشوف بصح انه راه قصير. عرفتك كي طلقت لسانك معاه قول لنا قداش حقه؟ 20 دينار كيلو. هو ميرسي. Service. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir, monsieur. Fidi, واش قال لك الطبيب يا خي لاباس؟ قولي لي واش قال لك مسعود ماشي الطبيب. مسعود؟ مسعود واش دخلو؟ وعلاش هو طبيب؟ هو دحمان هو الطبيب اللي تعجبه قول على دحمان والله بالطبيب حتى ولا يدبر عليا عند سي بي باش يبعثني نصوم في باريس باش يوكلني بوفنشوش عند سي بي كما قال هو. الناس يقولوا يا سي بي استحفظ على دينك
وين يتخالفوا الديار. هما يبعث فيك الباري من مكان لا اذان ولا رضا. اسمعي، انا راني رايح نجيب لالاك من عند بنتها. ايه. وانتي كي يجي فريد احكمي. نعم. قولي له جدك يسحقك. وانت يا سيد ترجمان كي نرجع نتفاهم معك. كي يجي فريد احكميه باش يسمم له. بركة بركة. وشنو مسعود وشنو؟ قولي نعم يا اخي بخشة وانا كوري قريتي فيه. بركة ما تمسخير تاعك ما تهمك ما حكمت بحسامك. ما تدير ليك خمسة ما ينحيوميش بليك. بركة ما تمسخير ديالك تاعتنا. انا راهو نصور فوق النار. لو كان يتحرق تحصلني انا وسيدي. انت راك تقول كنت معايا لماعن. خلينا من لماعن انا نغسلها. اسمعي. يستاهل. راني نبص واحد الفكرة نعذرو بها الشيخ محمد. انت فكايرك دايما اللي حصلوا. سمعي. حصلنا حصلنا وصح. ما تخافيش انت تنال. ياكي قلت له بلي سيدنا رمضان يدور على الجماع ديال ويشوف الناس اللي يصليو ويصوبوا على حقيقة ويصدقوا. واش عندنا فيها احنا؟ يا خويا نقول لك الصح. هادو السكرات خوت. ما تخافيش. انا نجي سيدنا رمضان. وانت كيما نقولك ديري. ولو كان يثق بينا. ما عندك علاش تخافي. ياك اسمعي ليا. انت خودي راي واش نقول لك وانايا خاطئ. انا نجا سيدنا رمضان وانت خودي راي. كيفاش يحب ديرك؟ روح يجيب لي الماكنتا وجيب لي البرنوس نتاعو. وما تنسايش وما تنسايش هذاك الوجه تاع الكرافات اللي درتو في القبونه تاع البرنوس. لكنه نرجعو يصلي ويصوم ويصدق رغم عليه وما عادش يقول لي هدرت ليك. خذ بصح اسمع، لو كان يثق سيدي باللعبة راك انت اللي تحصل. ما تخافيش ما تخافيش. واش هو باش ما يفيقش كيما نقول لك عملي. واذا خفتي اللعبة راهي تظهر اكذب وثق لينا. لا تخاف لا تخاف. سمعت انا ندير لي تقول لي. هكذا سقم لي. كبير كبير. ايه استنى دور هكذا دور هكذا دور هكذا. يا ربي جيبها بالصحة. الا تقول الله غير انت اللي تحصل انا خاطيني. استناه استناه هذاك تشوف نتوبه والله ما استناه لي. راجل راجل راح خلاص. اسمع راني مليح. ما تخافش راني مليح. انا ندير اللي تقول لي. يا بنت وش لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا بس منا 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 منا. هذا راه مسعود كيلعب كيلعب يا رمضان. ما تخاف ما تخاف يا فريد. راهني انا مسعود. ها انا غير نلعبو. وهذا في الحياه شكون هذا؟ هذا يقولوا له الشيخ رمضان جال عند الاحباب المؤمنين المصليين الصائمين الطائعين رب العالمين. واللي ما يسمعش واش يدير له؟ يعطيك من ضرب العصر. انا مسموح حتى لكم ما سمعوكيلي والو. انت راك تحيل. انت راك تفعل السوم حتى تصلاح وكيف تبغي ان شاء الله تصوم النهار كامل. وجيت وينو؟ خبط. ها؟ انا عندي فاني تاع الصح. لا لا ما تخافش مسعود برك من اللعبه. انا خارج نعمى عمر الصدقه. روح هذا روح. وجيت هذا. ولو كان يروح يقول لسيدي؟ ما سمعتيش كي قالت راح نلعب الزقه مع عمر. انا دبر راسك والله يا لو كان يجيك غير انت اللي تحصل. ما تخافيش انا جاتي في لحظات. ما تنسيش واش قلت لك. منين يدخل قولي لي او جاتي لي. وكيف يقول لك شكون هذا؟ قولي له قال اسمه الشيخ رمضان وقام يستنى سيدك يسلكني ولا نسلك منه. يا ارحم ربي المؤمنين. اسمع تدعونا من لعبه ربي باش نصبروا العشيه. اسمع
كيما وصفت. وعلاش تطلع؟ روح تخدم على روحك. ارسل سوق النساء يجمل هو يضرب. اللي جرى تحت فرنسي. وانت لما تلتقط على فرنسي فرنسية. الله يهديه محمد. الله يهديه ارسل سوق النساء يجمل وهو يضرب. وين هي عيشة قادرة هذه؟ حتى من لها رجعت غرض هكي عشل لها مساج هنا. ايه حتى من لها حكموها الليلة. هذا شكون؟ ومنين دخل هذا منين جا؟ هذا يا سيدي جا من قبيلة وقال لي واسمو الشيخ رمضان. قال لي كيف تخلص مني علمك. كيف تخلص مني؟ وين تعرفني ولا نعرفك؟ نعم نعرفك. انت هو دحمان بن زليخة بن عبد الله. ماما بن نقمة والبرمسيون. ايه انا هو. مليح وسلم. انت لك الصلاة والصوم. انا شهر رمضان. اسمح لي اسمح لي يا سيدنا رمضان. راني ما عرفتكش يا سيدي. نصوم ونصلي على النبي. ها تقدم وتقول نصلي وانت ما صليت يا مباركة يا مسعود. لا يا سيدي ما قلتكش. قلتك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا سيدي هذا وصله. ما تخافيش يا مباركة. انا رمضان جيت للناس اللي حاملين على ظهورهم اسم مسلمين وهما على الدين مختلفين. لا صلاة لا صوم ولا قلب حنين. منهم هذا الشايب مخطوط الأدب في أخر عمره أرجع يكذب عرة المعاصي وعليها يتعذب. عذاب الدنيا أحسن من الآخرة. اسمح لي يا سيدنا رمضان ما عدتش نكذب عليك. وعلاش ما تصليش؟ وعلاش ما تصليش وما تصومش؟ أكيد نهضر لك الحق. يعني الصيام عندي زوج محايم في راسي كما يقولوا العامة. انت عبور الشيطان حاجات الشمة والدخان. تعطي الرحمن وطيع الشيطان لأجل الدخان علة الأبدان. مد رجلك يا دحمان يا صاحب الشيطان وقول الشيطان يفكك. باركة أعطيها 20 على 20. خذ يا رأي سيدنا بالعقل لهم باركة بالشيء بالعقل. حاضرة يا سيدي حاضرة ولا نعيط المساعد. لا 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 انت خير يا بنتي انت خير. وكي ما قدرك ما قدرك بالعقل. نعس الله على ابليس اللي حصل فينا الشمع والدخان. يا سيدي رمضان ماذا بك تكون رؤوف رحيم. أرحم تسترحم داين تدان. هذا شهر الرحمة للناس اللي يحموا بعضهم بعض بالصدقة والمعروف وينهونا على المنكر. لا اللي يعطيه الرحمن ويسع الشيطان على شهوة نفوسهم. باركة لا تجدي هذا تلك الصلاة والصوم. ارفع يدك حتى الوترك وجدي. انا ما سال انت. انصم انصلي انصم انصلي انصدق انصم بكر السنة ام بكر الدخل ام بكر الزب ام بكر الدخل. اي 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 اخر سيدي. اي 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 هذا الشهر كل خير مبسوط فيه. اي لأنه من شبه الجنة. يفرح به كل مؤمن اللي يتمنى في دخول الجنة. يسخر فيه القلوب ويغفر الله الذنوب لكل من يطيع ويتوب. أنا طايعين طايعين لو كان غير يعفو علينا من السماء والدخان. بك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صدق الله العظيم. اعفو عن نفسك يعفو عليك الله. حق
حق والله حق. واش داني واش داني هذا بليا حتى تحصل بيا. هذا مطر هذا السيف عليا. هذا شهر القرآن أقرأ وصل دينك وسكان. هذا تحب رمضان كيف يقعد الشهر على الكلية. يا سيدي الله غالب احنا هذا الشهر التفكير للناس اللي عايشين في الخير. يتفكروا ويعينوا الفقير اللي عايش في النيجيريا. يا سيدي كي تحب لم جميع الفوق دوك عم تعرف الادريسة تاعي. كي تحب لم جميع الفقراء بكل جيبهم هنا دخلهم شركة. هذا الدروس كذا سمعناهم. هذا الدروس تسمعهم في المساجد لما تكون مصلي. يا سيدي نبدأها من اليوم نبدأها من اليوم. بس حراني ما نعرفش نقرأ ما قريت شلق غالب. تقصي على دينك حتى يقول مهبول. أرجع تقرأ عند مسعود لعلمك ذو التراث انت على الصلاة. الحمد لله وقل هو الله. وين مسعود هذا؟ الراجل اللي يخدم عندك. هذه هي وصلناها كما يقولوا قضيني وانا سيدك. مسعود يخدم عندي يا راجل. اخديم رجال سيدها. ان اكرامكم عند الله اتقاكم. صدق الله العظيم. اما لمست التجبر تاعك باطا اعطيها 20 بلاش يسترجع للدين. لا 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 نقرا نقرا يا سيدي نقرا نقرا ولو على مباركه يا سيدي. اسمح لي غلطت. يا سيدي يا سيدي الله الله بلك تسمح له في هذه العشرين كي قال نقرا. هذا من الناس اللي يستعيبوا بالرجوع للحق. والحق يعلو ولا يعلى عليه. لا يا سيدي نقرا وربي يفتح علينا ونصلي ونرجع طريق مستقيمة. وش بيك يا سيدي تركوك؟ وش بيك؟ هذا حفيدي يا سيدنا رمضان فريد ما تخاف. هذا سيدنا رمضان بس كي تكبر تعود تصلي وتصوم فريد. هذا ما في رمضان يا سيدي. هذا مسعود وانت احسن طول مبارك. راني قبيلة تشتم كي تلقي لنا قوة ومباركة. أنا خاطية يا سيدي والله أنا خاطية. مسعود اللي تبرع هذا الصبار وهذا السكر. مسعود صار هذا مسعود. مسعود هو اللي تبرع هذا الصبار. اللي عرفته اللي عرفته من صوته. اسمح لنا يا سيدي ارحم والديك. بعثوا فيا ضرب كي هو كي هي. اسمح لنا يا سيدي ارحم والديك. ياك تبدل الذهب وشرينا ونروجوا على الحق فاضيلها. اسمح لي ونسمح لي باللي ضربتني وما بعرفش نطبق الخمسه دوره. ايه ما دخلتوا الضرب اللي ضربتكم. يا سيدي راك تخلي الضرب ونقول الفلوس لو كانت على الزيت راك تدخل للجنه. ايه ندخل للجنه بالعصا اللي خديت من يدكم اللي يتها. يا سيدي ياك الناس يقولوا العصا خرجت من الجنه ودخل للجنه والعصا اللي من العصا وتاب وتاب لله غفر له الذنوب وهو دخاله الجنة وليه وبالبال التوبة مستوحين. والله توبتوني توبتوني حق وحسبتها حق وتبت من قلبي. تبت يعني سوى سوى. والحمد لله اللي بالبال التوبة ما زالوا محلولين الكل مؤمن. يا سيدي والكلام اللي كنت تقول فيه حق والله حق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. ولكن راني سمحت لكم يا مباركة ويا مسعود. الله يسمح لك يا سيدي. يا سيدي الله يسمح لك. هكذا حزب المؤمن سيكون سليم. ولكن كما وعدتني أتقريني وتعلمني الصلاة من اليوم. راني مستعد والحمد لله. أستحفظ على دينك يوم يتخالفوا الديان واسأل على دينك حتى يقولوا مقبول. نعم. شهر رمضان يجي مرة في كل عام يفرحوا به الإسلام في كل بلد في كل ناحية. شهر التفكير للناس اللي عايشين في الخير يتفكروا ويعينوا الفقير اللي عايش في النيجيريا. شهر القرآن قرأ وفهم دينك واش كان. ذاك الوقت تحب رمضان كيف يقعد شهر الكلية. الشهر صعيب علي مكراش اللي صوم نهار في الفراش العشية يعشي مغشاش كلي صايم بالمزية. أكد رمضان نهار العيد يصبح ندمان الأمة تصبح في الغفران هو ما عنده تنسية.